لن أمرر أي تقصير حصل من المتعهد اللي أجرنا، لأن إحنا حقنا نحافظ عليه بالقانون. وأنا بالتأكيد أقول إن القياس مع الفارق خاصة في هذا العام مع توسعة الحرم، وجدنا أن مصلحتنا تقتضي أن نكون في هذا الفندق لقربه من الحرم، مع التسعيرة التي دفعها الحاج الفلسطيني، وخاصة الحاج الفلسطيني يريد خدمات مميزة ولا يريد أن يدفع الثمن. إحنا باستطاعتنا أن حاجنا الفلسطيني بيدفع مبالغ معينة، استطعنا أن نوفر له فنادق مصنفة 75 نجوم في مكة المكرمة، لكن لو قيس المبلغ الذي يدفعه الحاج الفلسطيني لا يمكننا من استئجار حتى عماير على بعد 3 كيلو. إحنا أول آخر بدنا نسكن حجاجنا، خذ وطالب، وإحنا سنتابع ونبقى ضاغطين نأخذ ونستأجر. لكن حقيقة وثق إدراكي وتأكيدي وتجربتي، كان عندي قناعة أن لا جدوى من موضوع الزيادة. فأنا أعطيت تعليمات، قلت له أنت يوم طلعت عملت كروكة من الألف للياء في كافة المبنى؟ قال لا، إحنا عملنا ليس لكافة الطوابق والغرف، وفي هناك عدم تكرار في بعض الطوابق. قلت له الآن مطلوب منك إنك تعمل كروكة من الألف للياء من الباب للمحراب، ولو اشتغلت يومين ثلاث أنت وطاقمك، وبدك تراعي مصادر القوة في وين؟ في اتفاقياتنا، وخاصة التركيز على 3.5 متر لأنها مذكورة في العطاء. موضوع السكن يعتمد على 3 أمور. أولاً تصنيف المنشأة إذا كانت فندق أو عمارة سكنية. الأمر الآخر البعد والقرب من المسجد الحرام. الأمر الثالث الخدمات التي تقدم داخل هذا الفندق. ثلاث ركائز. عشان إحنا راعينا في درجات الحرارة. إحنا واثقين من موقف. أنا شو حاجة ندافع ولا إشي؟ إحنا بنوضح الأمور زي ما هي، الحقيقة دائما بتستحق. يعطونا مبادرة بنستأجرهم في التوفيق. ما بتخليش ولا إشي، أنا بترك التوفيق كل التفصيل إليك. وبعدها نتشاور مع الوزير ونشوف شو ممكن نعمل.